بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بندر او بندرت مقطع جديد لعبة كلاش اوف كلانز. راح اتكلم كذا على السريع ايش سويت في القرية وعلى طول عشان اهجم الهجمتين حق الكلان. فبس طورت الجدار كثرت وصلت ليفل 2 يعني 3 طورت منها اشياء كثير والمدافع مدري وصلتها الخامسة مدري قلت لكم ولا لو برضو الارشر ليفل 3 وجالس اطور العملاق لليفل 2. فذحين خلونا نشوف الجيش وأقول لكم على طول نهجم. طيب نفس الجيش اللي في الحلقة الماضية خمسة عملاق هيا خذ لك خمسة عمالقة واثنين اللي يفجرون السور واحد واربعين بربريان. فشوفوا ما شاء الله خمسة الكلان حقنا 65 نجمة وهنا 12 نجمة. انا كان اهجم على هذول الاخيرين وحتى حجزتهم وخلاص بس انهم هجموا ما شاء الله ويعني اخذهم. فشان حاول اننا نهجم على هذول الاثنين. فبس خلونا نشوف القرية قبل ما نهجم اتأكد بس من الكلان في يعني عنده دعم كلان ولا لا. ايه هذا الكلان ما في هنا ما في كلان فحلو. نخش من هنا بالعمالقة واهم حاجة ناخذ المورتر. اذا اخذنا المورتر خلاص الباقي سهلة. ف يلا اتاك عندي النت مرة ابو كلب. هنا برضو يمديني ادخل من هنا. طيب لو اخذت المورتر شكل شادخل هذا ولا من هنا المورتر مثل المورتر. طيب عشان نجيب واحد عملاق كذا على بال ما ايوه نزل حق السور ايوه اصلي خلاص نزل الباقي هم لو يزفون خلنا ننزل شويه بربريان ما يمدي لا ايوه نزل من هنا من ذي الجهه عشان ما يقدر المورتا ايوه يلا حلو 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 خلاص خلنا ناخذ بس هذه الارشه ونزل الباقي من هنا نزل ابوه كفو يلا عشان نحاول ان ناخذ 3 نجوم ما ادري ما اتوقع مع الثلج اوكي حلو حلو لو في عندكم استراتيجيه احلى من هذه يا ليت انكم تقولوا لي لانه ما ادري احسها هذه قويه بس مو مره يعني مو حق اني اخذ 3 نجوم. طيب حلو باقي شوية على البيت يعني النجمة الأولى ضمناها خلاص إن شاء الله إن نجيبها. طيب يلا يلا كفو 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 يمدي يمدي إن شاء الله يلا يمدي على النجمة الثانية يمدي إن شاء الله يمدي إن شاء الله إنه يمدي يلا يلا كفو النجمة الثانية جبناها حق 50% ما اتوقع ناخذها كامله مستحيل لانه باقي له شويه وش يجب من ذي الجهه خلاص تقريبا انتهينا. فزي ما قلت لكم اللي عنده جيش احلى من هذا يا ليت انه يقول لي. وهذا حق 58 خلاص ذحين هذا يموت من المدفع. طيب بس اخذنا نجمتين حلوه يعني اصلا الكلان تقريبا انه فايز ما شاء الله ما شاء الله. هذه أول مرة أشوفها 60,000 بونص حلو والله حلو. طيب أخذنا نجمتين أيوة نجمتين أخذنا. طيب ذحينا الله 6 يهو لا أنا كان أبغى أهجم على هذا يا الله. طيب شو اشوف اذا حصلت خلنا نشوف هذا لو قريته قوية ما خلاص يمكن ما اهجم الهجمة. شو اشوف والله يعني ها فيها وزرد بس لو فيها وزرد والله شاجرب بس شاطلب وزرد اذا كان اعطوني وزرد ان شاء الله انهم يعطوني بس بسرعة. انا ذحين شاسوي الجنود واول ما اخلص على طول ارجع. اوكي باك خلاص خلصوا الجنود سوينا نفس الجنود. فذحينا بس عشان يطلب من الكلان عشان يطلب ايوه ويزارد خلنا نكتب لهم لان مره كتبت لهم ويزارد
ويزارد اي طلب كتبت ويزارد وما في دعموني كذا حاجة يعني دعموني عملاق بس اصبر خلنا اكتب بس ويزارد بس هيا خلاص يلا ان شاء الله انهم يجون بس على السريع بسرعة ان شاء الله اوكي ويزارد ليفل 3 حلو حلو ليفل 3 نبدأ من هنا ننزل كذا كم عملاق بس على عشان يلهون ونزل يا رب يا رب مين يدمرون لا ايوه حلو حلو خلاص ونزل طيب الباقي خلاص 168 يمكن احتمال اسوي الحلقه الجايه اسوي ايش اسمه ذا حق اخذ رد من الردود او الكومنت عشان اخذ كومنت يكون فيه الجنود واسويها ونسوي حلقه فبس نشوفكم على خير ولا تنسى تقيم المقطع وفي أمان الله.